السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد يخص بوت جديد على التليجرام، هو بوت كول فلوينت. البوت ده يا شباب تم إطلاقه من قبل الكور تيم بتاع عملة آيس نتورك. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن آيس نتورك وسحبنا منها العملات بتاعتنا. الكور تيم قال لنا يسعدنا أن نعلن عن الإطلاق الرسمي من خلال تطبيقنا المبتكر على تليجرام، وهو عبارة عن عملة كول. هنبدأ ان احنا نعدنها عن طريق التليجرام. تعالوا كده يا شباب نروح على التليجرام، هسيب لكم اللينك في الوصف بتاع الفيديو تقدر تسجل من خلاله، بيفتح لك على الصفحة دي يا شباب. بنعمل ستارت وبعد كده بندخل على التطبيق بتاعنا من خلال لونش اب. بعد ما بيفتح معانا يا شباب بيظهر لنا بالواجهة دي كده، بيبقى معانا 500 عملة علشان سجلت من رابط احالة. سرعة التعدين في الوقت الحالي هي 20 عملة لكل ساعة. طبعا هيتم تخفيض السرعة دي يا شباب كل اسبوع، يعني يوم 7 ان شاء الله 7 اغسطس هيكون قيمة العملات 8 عملة كل ساعة، و 14 اغسطس هيبقى 4 عملة كل ساعة، وهكذا يا شباب لحد اما توصل ل 13 من 100، هيبقى في سبتمبر ان شاء الله. تقدر تجيب رابط الاحالة بتاعك من خلال انفايت فريند، بتضغط عليها ضغطة بيحولك على التليجرام، تبدأ ان انت تبعت للاصدقاء من خلال التليجرام. التعدين يا شباب بيكون ضغطة مستمرة على التابة اللي موجودة ده اهي، بنضغط كل 12 ساعة نقدر ان احنا نعيد التعدين، ويبقى 24 ساعة. بنضغط ضغطة مطولة في المكان اللي هو الاخضر ده، بيبقى بلونه بالاصفر. طبعا نفس تطبيق ايس نتورك وعملة سان ويف، نفس طريقة التعدين فيهم، هي طريقة تعدين كول. نقدر ان احنا نكمل المهام اللي تحت ديت، ان احنا نعمل صورة للبروفايل ونعمل فولو لمنصة اكس، وكمان نعمل جوين للتليجرام وندعو 5 اصدقاء. من خلال علامة المصباح دي يا شباب لما نضغط عليها بيجيب لي اخر الاخبار الخاصة بالعملة. من خلال الاصدقاء هنا نقدر ان انا نشوف التيم بتاعي، ومن خلال البروفايل من هنا اقدر ان انا اكمل الملف الشخصي بتاعي، وعندي هنا بادجات. كل الحاجات ديت احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، ولكن اللي يهمنا في الوقت الحالي هو التعدين من خلال المكان ده كده يا شباب. زي ما احنا شايفين انا فاضل 18 ساعة، اول ما دي تبقى 12 ساعة هيبدأ يعلم لي علامة صفرة هنا، نبدأ ان انا نضغط ضغطة مطولة، نبدأ ان انا اعيد التعدين. ده كل كده اللي في البرنامج يا شباب، او كل اللي في البوت. كنا اتكلمنا طبعا زي ما قلنا على سان ويف وايس نتورك، فنفس الطريقة نقدر ان احنا نتبعها. بكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس، وتابعونا على قناتنا على التليجرام حتى تابعوا كل الاخبار وكل العملات اللي احنا شغالين عليها. وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.